يا رجاء، شو صار بالشاي؟ لك إذا رح بضل نايطة هيك رح أقلها من شغلها. أنا أوف بقى رائد، إذا بسمعك بعد مرة عم تحكي معها هيك رح يصير في مشكلة كتير كبيرة بيناتنا. يا حبيبي، كنت عارفان إنه هاي الجمعية بتعمل لي وجع راس. هيدي كملي أكلك. هيدي أخرت. خذي معك رجاء، بتكون تأزمت نفسياً من هالكلمتين اللي حكيتهم معها. ما بعرف شو بدي أقولك، يا ريت عندك شوي من طيبة أبوك. ابقي لما تفتحوا قسم للرجال المقهورين خليني روح لعندكم اتعالج. صحيح، واذا فتحتوا قسم للنساء المطلقات المعنفات خليني خبر نسواني لانه عم يبكوا على الاطلال. يا رجاء، رجاء، امرك سي امرك. وين ابو رايد؟ نزل طلع ضيع مع طارق بكير مشان شغل ضروري. روحي روحي مخلتي، يلا.